السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. أنا دكتور محمد ضياء سرحان، أستاذ جراحات سمنة في جامعة القاهرة، كلية الطب القصر العيني. النهاردة إحنا في اللقاء الأسبوعي أو الحلقة الأسبوعية اللي إحنا ابتدينا نعملها بعنوان السؤال الشهير. الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن موضوع مهم جدا اسمه الدباسة الذكية. الأسبوع ده احنا بنتكلم على موضوع أكثر أهمية بكتير جدا اسمه التخدير الموضعي. هقول لكم معلومة ممكن تكون صادمة جدا. احنا عارفين ان في مرحلة معينة بنحتاج بعدها ان احنا نعمل عمليات السمنة، لما نوصل الى مرحلة اسمها السمنة المفرطة. لو احنا افترضنا ان في 100 شخص محتاجين يعملوا عملية من عمليات السمنة لان هم عندهم سمنة مفرطة، 1% بس، يعني شخص واحد من 100 شخص هو اللي بيعمل العملية، وفي 99 شخص ما بيعملوش العملية لأسباب مختلفة. الكلام ده وورلد وايد، يعني الكلام ده إحصائية عالمية. آخر حاجة احنا بنفكر فيها إن احنا نعمل عملية. ناس كتير جدا جدا من اللي بتخاف إن هي تعمل العمليات بتخاف منها عشان ده، بتخاف منها عشان جهاز التخدير، بتخاف منها عشان خاطر التخدير الكلي. خلينا نقول ان التخدير ده حاجة تطورت عبر الزمن، عبر التاريخ، من ايام زمان، من ساعة لما كان عشان خاطر يعملوا لأي مريض عملية وما يحسش بالألم يضربوه على دماغه يوم يفقد الوعي ويعملوا العملية، لحد دلوقتي لما بقى فيه أحدث وسائل التخدير آمنة جدا وحديثة جدا، بحيث ان هي تكون نسب الاطمئنان فيها عالية جدا تكاد تصل إلى 100%. في بعض الناس ممكن تحرم من إن هي تعمل العملية لأن هي عندها مشاكل ما ينفعش معاها ياخد التخدير كلي. يعني ناس عندهم مرض، المرض ده يكون فيه خطورة لو أخد تخدير كلي، زي بعض أمراض القلب، زي بعض أمراض الرئة، زي بعض أمراض العضلات. هيبقى فيه خطورة إن دكتور التخدير يبنجهم او يتحطوا تحت التخدير الموضعي. يعني ايه الاول تخدير كلي؟ تخدير كلي يعني انا باخد في الوريد بتاعي كذا دواء. الادويه دي بتخليني غايب تماما عن الوعي، بتخلي العضلات بتاعه جسمي كلها مرتخيه تماما بما فيها عضلات التنفس، وبعتمد على التنفس في جهاز التنفس الصناعي اللي موجود في جهاز التخدير. انا بعمل العمليه والهدف بتاعي ان انا ابنج المنطقه او اقدر المنطقه اللي هيتعمل فيها العمليه. هو ده فكره التخدير الموضعي ببساطه شديده. يعني ايه موضعي؟ يعني في موضع الالم، في موضع العمليه. هعمل عمليه في ايدي يبقى اخد تخدير في ايدي، هعمل عمليه في رجلي يبقى اخد عمليه في النصف السفلي من الجسم. اول لما فكرنا ان احنا نعمل العمليات دي بالتخدير الموضعي، فكرنا نعملها للناس اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هم عندهم مشاكل تمنع ان هم يعملوا العمليه بالتخدير الكلي. الناس دي بقى دلوقتي عندهم حل ان هم يعملوا العمليات بالتخدير الموضعي. ازاي بنعملها بالتخدير الموضعي؟ عن طريق ان احنا نبني فقط الاعصاب اللي بتغذي جدار البطن. هو ده اللي احنا بنعمل فيه العمليه. احنا بنبقى مدين المريض مهدئ او منوم بحيث ان هو يكون ريلاكسد خالص، شبه يعني نايم نوم خفيف، زي ما يكون حد لسه بيصحى من النوم. هو ريلاكسد خالص، مش حاسس باي حاجه من الاستريس اللي حواليه، انما العمليه شغاله بدون الم. ده مكننا من حاجات كتير جدا. مكننا ان ناس قلبها مثلا ما يقدرش يستحمل التخدير نقدر نعمل لها العمليه. الناس دي ما عندها فرصه ان هي تعمل العمليه، تعملها بامان شديد من غير ما تتعرض للتخدير كله. ابتدى يظهر مجموعه ثانيه من الناس تقول الله، طب انا ما عنديش مرض بس انا عندي فوبيا، انا بترعب من التخدير الكلي. الناس اللي بتترعب من التخدير الكلي او مش بتفضل ان هي تاخد تخدير كلي، الناس دي بقى ليها حل ان هي تعمل عمليه بالتخدير الموضعي. يبقى انا دلوقتي كسبت الحاجتين، كسبت ان انا عملت العمليه بدون الم، بدون ما احس باي حاجه، وفي نفس الوقت عملتها من غير ما اتخدر كليا. بقى لنا فتره كبيره بنعمله، عاملين اكثر من 80 حاله دلوقتي بالتخدير الموضعي. الناس دي كلها الحمد لله فضل ربنا قامت زي الفل، مفيش حد حصل له مشاكل. الناس بتقوم من على ترابيزه العمليات ماشيه على رجلها، ان رجلها مش متخدره، قايمه من على ترابيزه العمليات صحيه فايقه ما عندهاش اي مشكله، تقدر تروح الغرفه بتاعتها ماشيه على رجلها.
هنا ناس من امريكا ومن كندا ومن الهند ومن السعوديه، من دول كتير جدا، عشان خاطر يعملوا العمليه مخصوص للتخدير الموضعي. ان احنا الناس الوحيدين في مصر من فضل ربنا اللي بنعملها للتخدير الموضعي. من النهارده الطب اتقدم خطوه لقدام، زي ما في خطوات في الطب بتسهل ان احنا نعمل العمليات، وبتسهل دايما على المريض. الطب كان زمان صعب جدا، بقى اسهل، دلوقتي بقى في خطوه سهلت كتير جدا. ان انا اعمل العمليه وانا مش خايف، ان انا اعمل العمليه من غير ما اغيب عن الوعي، ان انا اعمل العمليه وما فيش خطوره من الحاجات اللي احنا بنسمعها حتى لو كانت غلط، زي جرعه بنج زي ده. قول لي بقى انت اخر ميزان ليك كام؟ 186. I'm not happy with the lifestyle that I have it. And I decided to do the surgery before I have any other side effect. احنا كده جاوبنا على سؤال مهم جدا. الناس كانت بتسالنا ازاي نعمل العمليه واحنا مطمئنين، وازاي نشيل المخاوف بتاعه تاثرنا لما نبقى خاضعين لعمليه تحت التخدير الكلي. موضوع الحل موضوع بقى ابسط من البساطه دلوقتي. شكرا لكم، ونشوفكم في اللايف الجاي ان شاء الله.